وفي هذه الأيام بنحتفل جميعا بذكرى سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المولد النبوي الشريف. طبعا ذكرى عطرة، ذكرى بتؤسس لمعالم الهداية والرحمة اللي أشرقت على الأرض بمولد سيدنا النبي، بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرى علمتنا وعلمت الأمة كلها السلام والحب والمودة والرحمة أيضا يا منى. يمكن فرصة مهمة وعظيمة النهاردة إن احنا نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وبسيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن احنا نقدر بقى في الوقت ده نشاور ونتكلم على أخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانت عبارة عن منهج تربوي وإنساني، منهج في التسامح وفي الأخلاق الكريمة، منهج في الود والعطاء، منهج في العدل والمساواة، منهج في الأدب، منهج في عدم التفرقة بين كبير وصغير، بين غني وفقير، بين شخص مهم وشخص مش مهم، منهج بيعلمنا الترابط الجمعي وكمان الترابط الاجتماعي. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان بيعلمنا في كل المواقف، ومن أجمل الصفات بقى كمان اللي بنتعلمها من سيدنا النبي كأزواج هي الاعتماد على النفس، إن احنا نساعد أهل بيتنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخدم أهل بيته وكان بيخدم نفسه بنفسه، والدليل أنه في حد سأل ستنا عائشة رضي الله عنها قال لها كيف كان النبي في المنزل يعني، فقالت إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته كل شيء، فقالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، فهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي حديث آخر برضو بيتكلم عن نفس النقطة دي، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيشتغل في البيت وكان دايما بيساعد زوجاته، فطبعا زي ما انت بتتكلمي ان هو بيعلمنا في كل حاجه، فدي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنتعلمها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحابه وذريته. ذكرى عطره في ميلاد سيدنا النبي سيدنا المصطفى عليه الصلاه والسلام. مره تانية بنصبح على حضراتكم، صباحكم كله خير ورزق. صباح الخير يا مصر.